سلام البنات، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اللهم بلغنا رمضان واهله علينا بالامن والايمان يا رب. ان شاء الله اليوم غادي ندير معكم شباكيه كيف ما كتشوفوا المقادير. شباكيه سهله ماهله مقومه كتذوب في الفم، معلكه للمبتدئات حتى هما. اللي ما عمر دار الشباكيه يتبع معايا وغادي يديرها ان شاء الله. فهنا كنبداو بالمقادير. عندنا كاس تاع الزنجلان مطحون مغربل، كاس ديال اللوز مطحون مغربل، كنأكد يكونوا مغربلين. عندنا كاس تاع الزيت، نصو زيت بلدية ونصو زيت رومية. وعندنا كاس تاع الزبدة مدوبة، صفر بيضة، معلقة صغيرة ديال خميرة الحلوى وشوية الكوزة، هذا اختياري، معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه صغيره ديال حبه حلاوه، ومعلقه صغيره ديال النافع، يكونوا مغربلين. عندنا كاس تاع الماء الزهر، ونص كاس تاع الماء دافي ذوبت فيه داك هذا الزعفران شعره، خليته يطلق. بطبيعة الحال الفورس يكون نوعية جيدة وحتى هو يكون مغربل. وعندنا كذلك باش ما ننساش عندنا الخل وعندنا الملحة، ضروري غادي نديرو شوية الملحة ان شاء الله. هنا نبداو ان شاء الله على بركة الله. كنبداو كاس تاع اللوز نطحنو مغربل، كنبداو بالنواشف هما الاولين. وعندنا كاس تاع الزنجلان مطحون ومغربل، معلقه صغيره ديال النافع، ومعلقه صغيره ديال حبه حلاوه. شويه ديال الكوزه، غير شويه طريطقه. وعندنا معلقة ديال القرفة، بحال هكذا معلقة ملحوسة هكا ديال القرفة. ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوى، معلقة صغيرة ما تكونش عامرة، تقريبا 7 غرام تقريبا. واحد شوية درت تاع الخميرة المعجونة، غير شوية طريطقة. وهنا كنبداو تنخلطو النواشف هما الاولين بيناتهم، نخلطوهم مزيان. نزيدو كاس لنصو زيت بلدية ونصو زيت رومية، وكاس ديال الزبدة مدوبة، ونخلطو ونحاولوا اننا بحال كنبسبسوها باش ندخلوا هذاك الزيت وديك الزبده في هذاك الدقيق وداك القوام يتشرب. فانا هنا كانت وقت الغداء، غطيته وخليته واحد ساعتين هكذاك على ما تغدينا وجمعت الميعنات وكل شيء. عاد باش كاين اللي كيخليه ليله كامله تيخليه في هذا القوام، والغد ليه عاد كيعجن. فانا بالنسبه ليا ما كنديرش هكذا، يعني كنعجنو في نهارو. من بعد ساعتين جيت زدت عليه الكاس تاع الماء الزهر، وغادي نزيد عليه داك نص كاس ديال الماء الدافي اللي كنت دايره فيه الخرقوم. ومن بعد نبدا نجمع. يعني الحاجه اللي مهمه هنايا ان العجينه تكون قاسحه، يعني باش تنجح ليك العجينه ديال الشباكيه خاصها تكون قاسحه. راه البنات الا كانت العجينه رطبه اولا مرخوفه، راه في التشباك غتعذبكم البنات، غتعذبكم. هذا من الاحسن، هذه هي السر تاع الشباكيه، ان العجينه تكون قاسحه باش ما عجينه الشباكيه قاسحه، باش ما الشباكيه كتصدق لك زوينه وكتكون ساهله عليك في التشباك، يعني ما كتعذبكش. هنا انا زدت صفار بيضه
وغادي نزيد ثلاثة المعالق كبار ديال الخل، او لا جوج معالق كبار ديال الخل على حسب. ونبدا نجمع العجينه ديالي شويه بشويه، وما نزربوش نخويو الماء في خطره واحده باش ما تكونش العجينه رطبه. فكما قلت لكم من الاحسن تكون العجينه قاسحه. نبقى نزيد الماء شويه بشويه، يعني عندنا كاس تاع الماء زهر، ومن بعد كنكملوا بشويه ديال الماء شويه بشويه، واللي بغى راه كيكمل بالماء زهر، غير ما تكتروش البنات. فهنا انا جمعت العجينه ديالي، شفتوها كيفاش كتكون، يعني ملي كتبقاي كتجبدي فيها بحال هكذا راه تتبان انها قاسحه ماشي مرخوفه. ها نتوما بحال هكذا خصها تكون، يعني ما قاسحه ما رطبه. وهكا ملي كتجبديها هكذا راه كتبدا تتقطع بحال هكذا، يعني راها قاسحه ما كتحسش شد ليك بزاف باش ما ترطابش ليك، باش ما تجراش، باش ما تكونش مرخوفه العجين، خص العجين تكون قاسحه. انا هنا غادي نحيد هاد القصعه لان كتفقساتني كتزلق. غادي نقسم عجينتي هكا، ومن بعد كتجي واحد المرحله اللي هي مهمه حتى هي في التشباك او لا في الشباكيه، في عجينه الشباكيه اللي كتسهل العجينه ديال الشباكيه، وكتكون العجينه مورقه وزوينه وكتجيك ساهله في الخدمه. هذه الطريقه هذه اللي غادي ندير دابا، يعني كنسرحوا العجين بحال هكا وكنطويوه بحال المسمنه. كنجيبوا وحده اليمين وحده على اليسار، وعاد باش كناخذوا وحده بحال هذه الطريقه. ها هي راه الصوره او الفيديو راه كيوضح الطريقه. فهاد المرحله هذه حتى هي مهمه البنات، باش كتجيك العجينه مورقه وكتجيك سهله في الخدمه من بعد ملي كتبغي تسرحيها. واللي عنده الماكينه، انا بالنسبه ليا ما عنديش الماكينه ديال السباكيتي اللي كيديروا بها الشباكيه، فانا كنستعمل غير الدلاك. وهاد المرحله هذه كتسهل عليك انك ملي كتسرحيها كتجيك مقاده في التشباك، ما كتضيعيش العجينه بزاف وكتجيك ساهله. ها هي، فانا نعاود معكم واحده اخرى باش تكون واضحه عندكم الفكره كيفاش بحال هكا. حنا ولفنا الشباكيه، يعني رمضان ضروري الشباكيه محبوبه الجماهير في كل طبله في كل رمضان. واخا حنا في الغربه وفي المهجر ضروري كنديروا شويه ديال الفال، واخا ما نديروش بزاف انما نديروا شويه. هنا دابا انايا غادي نبدا باللوله اللي كنت انا حطيت، يعني اللوله اللي كتدلكي هي باش كتبداي العجينه الاولى، باش كتكوني لويتي هي اللي كتبداي بها الاولى. وهنا باش كتسهل عليا كنقسمها على جوج، والعجينه يعني باش ما كانت رقيقه باش ما كتكون شباكيتك هشيشه وخفيفه، يعني حاولي ما امكن ترققيها سورتو بالمدلك كيبغي الوقت، اما بالماكينه ديال السباكيتي راه كتمشي دغيا، بالمدلك تيبغي شويه تاع الوقت. انما حاولي معاها باش العجينه تكون رقيقه. هنا واخا قطعت بزاف، انا غير بغيت نوريكم التشباك، بغيت نوريكم جوج ديال الطرق ديال التشباك هنايا. فهنا كنحسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة الخمسة، نقطعوا خمسة جوج ثلاثة أربعة الخمسة، نقطعوا ثلاثة أربعة الخمسة، نقطعوا جوج ثلاثة أربعة خمسة، كنديروا واحد جوج ثلاثة أربعة والخمسة كنقطعوا. وكاينه الطريقة الثانية كنقطعوها هكا على شكل شرائط طوال بحال هكا. فطرق تاع التشباك كاين بزاف ديال الطرق. فهنا كناخدو داك الشريط اللي حنا قطعناه، بلاتي انا نقلب الكاميرا باش تشوفوا مزيان، كندوروه على الكاس بحال هكا وكنحاولوا نضغطوا هنا، يعني باش ما تحلش لينا الشباكيه في القليان. ضروري نضغطوا على الجوانب مزيان، سورتو البلايص اللي كيكونوا محلولين
بحال هكذا، وكناخذوا الجنب اللي على اليمين والجنب اللي على اليسار وكنضغطوا عليه من الوسط. نحاولوا نضغطوا مزيان، لان الا ما ضغطناش، الا ما العجينه ما كانتش مسدوده في القليان راه كتحل. هذه التشبيكه الاولى. نعود معكم واحده اخرى، كناخذوا هذاك الشريط. كاين اللي كيبغيها تكون كبيره، شتي الشريط هو اللي كيتحكم لك في الكبر ديال الشباكيه ديالك. فانا هنايا ما كنكبروش بزاف باش تجيني الشباكيه عبار واحد، يعني الا كنتي مكمله بواحد الكاس ماشي بكل كاس وعبارو، تجيك تشبيكه وحده مقاده عبار واحد. انا كنضغطوا على الجنيبات بجوج كما كتشوفوا في لا فيديو، وكنزديو هادوك جوج الوسطانيين وتنضغطوا بحال هكا. هادوك الجنيبات الا مديرونجينك راه كتقدري هانتي كدوزي عليهم هكا الجراره بحال هكذا كتنقصي منهم، سينو كاين اللي كيعجبوه هادوك الجنيبات يكونوا خارجين راه كيخليهم. نعاود معكم وحده اخرى، كنتمنى تكون الفكره او التشبيكه واضحه لكم البنات. ما نساوش نضغطوا مزيان، لان الا ما ضغطيش كيف ما قلت لك راه غادي تحل لك في القليان. هذه البنات الطريقه الثانيه اللي كنديروا اربعه والخمسه كنقطعوا، الوغ كناخذوا وحده وحده كنخليوها من مور سبعنا، وناخذوا الثانيه والثالثه نخليوها من مور سبعنا، من بعد كناخذوا وحده. ها هي لا فيديو راه كتوضح كذلك. كنقلبوا الاولى الثانيه على الاولى والثالثه على الثانيه. هذه الطريقه هذه، وانا يا راه كملت المباقي. هذه التشبيكه اللي درت معكم ديال الكاس اللي كتبان في الطاوه، والتشبيكه الثانيه اللي كندورو بين صبعنا هي هذيك اللي كاينه في الجناب. من بعد اللي كملت التشباك ديال العجينه كلها، فكنمروا لمرحله القلي. يا البنات ضروري الزيت ما تكونش سخونه بزاف وما تكونش بارده، يعني ما تكون لا سخونه لا بارده، تكون مويان باش العجينه تطيب لك من الداخل، يعني الشباكيه تطيب من الداخل. الا كانت العجينه سخونه فالشباكيه دغيا كتحمر وكتلقايها من الداخل باقا عجينه باقا ما طايباش، اعطيها وقتها باش تطيب على خاطرها. فهنا الطياب يعني ما خصهاش تكون محمره بزاف وما تخليوهاش بيضه، يعني كتكون ذهبيه، لان الا خليتيها تحمرات بزاف والعسل كيزيد يحمرها اللون ديالها ما كيكونش زوين وكتبان بحال الا محروقه، ولا ما تخليوهاش تتفوت التحمر ديالها لوغو كيكون شويه بحال الا محروق. فمن الاحسن الشباكيه يكون اللون ديالها ذهبي بحال هذه كيف ما كتشوفوا في سميتو. وبالنسبه للعسل انا ما كنديرش العسل كله في خطره واحده، لان ملي كيسخن الا الشباكيه سخونه والعسل سخون فالعسل ما كيشدش في الشباكيه. كنخلي النص ديال العسل في هذا في القرعه ديالو، ومن بعد ملي كنلاحظ ان داك العسل بدا كيسخن كناخذ العسل البارد كنضيفه على السخون، وبهكذا كيكون العسل ديالنا ما كيكونش سخون، يعني كيكون معتدل في الحراره ديالو ما كيكونش سخون. بهكذا الشباكيه كتشرب لينا العسل، كتجي مشربه العسل واخده حقها في العسل. بطبيعه الحال اي وحده شربت العسل كنحطوها حتى كتصفى، وكل شباكيه كناخذوها من بعد كنحطوها في الطبسيل ديالها وكندردرو عليها الزنجلان من الفوق.
وهكا كتكون شباكيتنا واجده بالصحه والراحه، وكنتمنى تجربوها وتعجبكم. ورمضان كريم، الله يدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه ويبعد علينا البلاء والوباء، اللهم امين. والى الفيديو الماجي ان شاء الله، بسلامه. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين، ما زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب مجتمعين، صوم وطاعة للرحمن. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير، يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. جينا نبارك للحلوين، ما زعلنا مسموحين، خير وبركة مرتاحين، والحبايب